عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة اكتبات، جينا نصور لكم شقة 4 غرف صالة، مساحة الشقة 220 متر مربع، الدور 11، شقة رقم 23. ندخل نشوف الشقة. اول ما ندخل عندنا على اليسار دورة مياه، ولا اكرمكم الله، طبعا هذا المدخل. عندنا على اليسار الدواليب المخفية خاصة بالأحذية، أكرمكم الله، أبواب سحب. عندنا على اليمين المطبخ، طبعا دواليب المطبخ جاهزة وراكبة، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية. لها مخرج على البلكونة. نجي نشوف البلكونة، طبعا عندنا البلكونة هذه ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة وشرحة، بالإضافة إلى الإطلالة الجميلة هذه على المدينة وعلى البحر. طبعا الشقة داخل مجمع سكني متكامل، فيها جميع الخدمات مثل ألعاب أطفال، صالة رياضية، مسبح مغلق، فتنس، حمام تركي، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة، حراسة أمنية، مواقف سيارات مغلقة. عندنا هنا في البلكونة مكان خاص بالشوي زي ما أنتم شايفين، البلكونة لها 3 مخارج، للمطبخ، للغرفة الأولى، للصالون. عندنا هنا الغرفة الأولى، نجي نشوف الصالون. عندنا هنا الصالون طبعا على واجهتين، على المدينة وعلى البحر. عندنا الإطلالة الجميلة هذه على البحر من الصالون. هذه الإطلالة الجانبية. طبعا الشقة فيها 3 مكيفات راكبة، وعندنا هنا دورة المياه الرئيسية مع المروش. زي ما ذكرنا عندنا 3 مكيفات راكبة. عندنا هنا الغرفة الثانية، هذه الغرفة الثالثة لها بلكونة خاصة فيها، وهذه الإطلالة من البلكونة على البحر وعلى الطبيعة من الخلف. طبعا ما ننسى الديكورات السقفية المعمولة في الشقة. وأخيرا نشوف غرفة النوم الرئيسية، عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، إطلالتها خلفية جميلة جدا على الطبيعة. والمنطقة هذه مساحة تغيير الملابس، ولها دورة مياه خاصة فيها مع المروش. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.